السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيكون عاصم منصور من شركة أوربكس في النظر اليومي للأسواق اليوم 20 مايو 2021، ونبدأ بتداولات مؤشر الدولار الأمريكي اللي سجل ارتداد من مستوى الدعم من الناحية الفنية 89.70، ومن المتوقع أن نشهد بعض الاستقرار أعلى ذلك المستوى على المدى القصير فقط، ولكن تظل النظرة السلبية قائمة طالما استقرت تداولات مؤشر الدولار الأمريكي أسفل مستوى 90.90 باستهداف المستوى 89.20 في حال كسر مستوى الدعم الحالي. وكان الارتفاع مدعوما ببعض الانباء التي صدرت المتعلقه باتجاه الفيدرالي الامريكي الى تخفيض عمليات شراء الاصول والبلغ قيمتها 120 مليار دولار شهريا، وذلك مع تحسن البيانات الاقتصاديه. تشير التوقعات الى ان جيروم باول قد يعلن عن ذلك خلال اجتماع جاكسون هول في اغسطس المقبل، على ان يتم البدء في خطوات تقليص شراء الاصول في ربع الأخير من العام الجاري في خطوة لتجديد أو سحب بعض التسهيلات المقدمة للاقتصاد الأمريكي مع تحسن البيانات الاقتصادية، وبالطبع سيكون ذلك ذو تأثير إيجابي على مؤشر الدولار الأمريكي تمهيدا لسحب المزيد من التسهيلات خلال عام 2022، ولكن تظل النظرة سلبية حتى تحقق هذا السيناريو. ولكن من ننتقل إلى اليورو دولار، تراجع الزوجة اليورو دولار إلى مستوى الدعم 1.2180 مسجلا أدنى مستوى قرابة 1.2160، وكان ذلك التراجع مدعوما بارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي. من المتوقع حاليا أن نشهد إعادة أو استئناف للاتجاه الصاعد بعد الارتداد منه صعودا إلى المستويات الحالية 1.22، من المتوقع أن نشهد مستويات 1.2250 مرة أخرى، وتظل النظرة الشرعية قائمة على المدى المتوسط طالما استقرت تداولات الزوج أعلى خط الاتجاه الصاعد على الإطار الزمني الأربع ساعات، وتتحول فقط إلى البيع في حال الكسر لخط الاتجاه قرابة المستويات 1.2120 ومنها إلى مستويات 1.2050. وبالنسبة لتداولات السليني دولار، تراجع الزوج أيضا مدعوما بارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، ولكن كما نلاحظ على الإطار الزمني الساعة ارتد الزوج من مستوى صحيح فيبوناتشي نسبته 50%. الاستقرار أعلى مستويات 1.4080 على المدى القصير يدعم النظرة الإيجابية، ولكن على المدى الطويل تظل النظرة الإيجابية قائمة طالما استقرت التداولات أعلى مستويات 1.40. وبالنسبة لتداولات الدولار ين أيضا تستمر النظرة الحيادية قائمة باستقرار التداولات ما بين المستويات 109.70 والمستويات 108.34، والشراء سيكون من الحد السفلي والبيع سيكون من الحد العلوي لهذا النطاق. وبالنسبة لأسعار الذهب الذي سجل أعلى مستوياته بالأمس قرابة المستويات 1890 دولار للأونصة بالتزامن مع موجة البيع العنيفة التي شهدتها العملات الرقمية في ظل أنباء أشارت إلى حظر البنك الصيني الشعبي التعامل بالعملات الرقمية، ولكن تلك التحركات قد تكون مؤقتة وقد تعود العملات الرقمية أيضا للارتفاع، ولكن يجب الحذر من الموجة بيع أخرى مكثفة متوقعة خلال الأسابيع المقبلة. الذهب تستمر النظرة الشرائية عليه طالما استقرت التداولات أعلى مستويات 1850 وعلى المدى الطويل أعلى مستويات 1800 دولار للأونصة. أي تراجعات ستكون فرصة لإعادة الدخول مرة أخرى للشراء باستهداف مستويات 1900 دولار للأونصة، وتظل النظرة الإيجابية كما أشرت قائمة طالما استقرت التداولات أعلى مستويات 1800 على المدى الطويل. وبالنسبة لتداولات مؤشر الداو جونز أيضا تستمر النظرة السلبية باستهداف المستويات 33300، وتتحول فقط إلى نظرة حيادية في حال الإغلاق الواضح أعلى مستويات 34170، وتتحول إلى الشراء فقط على المدى الطويل في حال الاستقرار أعلى مستويات 34500. كانت هذه نظرة سريعة على الأسواق، تمنيت لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.